انا من البنات كديري لاباس عليكم. يوما ندوز معكم نهاري. اول حاجه كندي بنت المدرسه، ومن بعد ملي كنرجع اول حاجه كندوز نديرها هي كندوز نصايب البيت ديالي. ودابا البنات من بعد ما صايبتو كندوز نوجد الفطور. دوز عمرت واحد البريد ديال اتاي مشاهيتكم فيه، واحد المسمنة وشوية زيت العود وفرماجة، وكنبرك 10 دقايق نفطر فيها ونتفرج فيها شوية. ومن بعد ما كنفطر كنكمل فطوري. اول حاجه كنقوم بها هي كندوز نغسل المواعين اللي عندي. مسحت البان الحمام كندوز نجفف بهاد البرودوي، كيخلي واحد الرائحة رائعة، كيكون كناخدو من سيمبلي. ودابا البنات مني كملت درت واحد جد شفيفة خفيفة للدار كاملة، كنجبد لكن بدل الفوطة. ومن بعد البنات كنخرج منها كنجيب البنت ديالي، والله معايا نخرجكم معايا وان شاء الله ندوزو كذلك لواحد المحل. Thank you.
ودابا البنات من رجعت للدار درت واحد الغديوه خفيفه وجيت نوريكم هاد المشتريات، هاد القرعه بارات اللي خديت عندي جوج وبغيت نكمل ثلاثه، عندي ديال الملح وديال السكر وهذه اللي خديت ديال الكافيه. بالنسبه لي انا بغيت ندير ديال الكافيه ديال نيسكافي، القهوه ديال نيسكافي هي اللي بغيت ندير، حيت بعض المرات كنبغي نحط ديال السكر وكنبغي نحط هادي ديال القهوه، وزوينين ورائعين وفي نفس الوقت الثمن ديالها اونايورو، يعني ما غالياش لا غلا على مسكين، رائعه. وكذلك خديت هاد الصوبيرات البنات رائعين عجبوني، وفي نفس الوقت دايرين لهم واحد تخفيض في مربعه، وعجبتني هاد الصغيره اللي زوينه وكيجو كذلك في الثلاجه، يعني زوينين عجبوني. ودابا البنات دزت وجدت واحد الطويجين بالدجاج والقوقج البانه رائع، ومن بعد مني جا راجلي مع الربع ونص، هذه هي الغديوه اللي وجدت، واحد شويه شلاضه بالروز في الخضره في الزيتون، كذلك وجدت مع واحد ديسير، كان هذا هو الطويجين، وكذلك حطيت الخبز ديال الدار. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، واللي ما مشاركش في هذه القناه يشارك فيها، وكنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم.